السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. كل الصديقات، الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نحتاجو بقايا القماش تاع الدراوات، يعني الأوني ولا السامبل. أنا عندي هذو 2 قطع، كل قطعة يعني درت فيها 27 سنتيمتر على 27 سنتيمتر. يعني تحبوا معليش ديروا لونين مختلفين، معليش المهم الوجه. وكذلك نحتاجو كذلك لاواط ولا البونش 25 على 25 سنتيمتر. راح نكتب لكم القياسات. وكذلك نحتاجو الطباشير والمسطره، من بعد تشوفوا واش غادي نخدموا بهم. نبداو على بركه الله. بسم الله، راح نجيبو القطع، ديروهم الوجه على الوجه، قلبوهم هكا ونخيطوهم، خيطوهم يعني كل شيء صاير داير هكا. نخلو فقط مسافة صغيرة باش ندخلو فيها هذيك اللاوات. راح نخيطها بالخف يعني بالماكينة، خيطتها ومن بعد راح نقلبها دروك. بعد ما نقلبها ندخل في هذيك القطعه تاع اللاوات، او تحبوا تخيطوها يعني تخيطوا، ديروا اللاوات في الوسط وتخيطوا القطعه تاع القماش مع بعضهم. كذلك هاد الخياطه يعني تجي مليحه. انا فقط بغيت ندير هكا تجيني القطعه في الاخير مفينيا. راح ندخل فيها هاد اللاوات، يعني فكره سهله وبسيطه، اي وحده تقدر تديرها، يعني تحتاجوها في بيوتكم. هكا راح نستفوه، نستفه يعني غايه في هذوك، نخرج هذوك لي كوان، هذوك قنوته منا ومنا، خرجهم غايه. ومن بعد نسقمها مليح، بعد لي سقمتها يعني مليح بقات هذيك البلاصه تاع الخياطه. راح كذلك نخيطها هكا، ومن بعد نجيبو المسطرة ونديرو 4 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر. انا يا خاطر الاولى عينت 4 سنتيمتر، ومن بعد درت كي بديت نخيط بانت لي عريضة بين الخط والخط، درت 4 ومن بعد درت 2 ولا 3، يعني ما عقلتش بصح جاوني خطوطة يعني رقاق يجوكم احسن. عينت الخط الاولى 4 ومن بعد بديت نقص، هي غير باش يطرح هذاك الخدمه تاع هذاك البونج للبونج ولا لاوات باش يهود. ديروا هكا خطوطه بالطول وبالعرض كذلك. عاودت انا من بعد درت غير هكا بالمسطره، بقيت نسطر. بعد كي جيت نخيط بانت لي نصغر، معليش يعني كل واحد اللي بغى يخف يديرهم غير هكا، يعني 4 سنتيمتر بالخف. انا درتهم صغار يعني باش تجيكم خدمه شابه، يعني هو مشروع مربح لي عندها البقايا ومقبل علينا شهر رمضان الكريم ان شاء الله. وهذا نحتاجه يعني دائما في بيوتنا. سمحوا لي ممكن ماشي يبان لكم الصوره هكا، نديرو في الطول وفي العرض يعني افقي وعمودي هكا. راح نخيطهم في الماكينه، راكم تشوفوا هكا راني خيطتهم على الطول وخيطتهم على الجهه الاخرى. شوفوا راني نصور بيد يعني كاسفه وبيد معاكم يعني باش يكون واضح يعني طريقة العمل. بعد ما نكملهم كاع
ماكم تشوفوا باقي لي كذلك هنايا، يعني نوري لكم، سمحوا لي يعني شاده بيد، يعني خيطت يعني بال هكا بهذه الطريقة حتى نكملها كاع. يعني هذا الخط الأخير اللي كان باقي لي، راكم تشوفوا الإبرة تنقطعو، هذه هي بعد ما كملتها. وهنايا درت لها الإضافة هذه، تبغوا ديروا لها أي قالون يعني يعجبكم يكون عندكم تبغوا ديروه. أنا كنت باغي ندير لها البي لكن ما كانش عندي، تخيطوا لها هذه يعني هكا كتزيين، ديروها لها صاير دار بلا الماكينة كذلك، وديروا لها هكا بلاصة باش وين تعلقوها منها. هذه يعني راكم عرفتوها، هذه حاملة تاع الحاجات الساخنة، ولا تحطو فوقها يعني قدر ولا حاجة ساخنة. أنا خدمتها شوية كبيرة، ها هي وين نهاية العمل هذا. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة كل من دخل جديد، يعني تربدو بها هكا ولا تحطو فوقها حاجة ساخنة. ومع السلامة، في أمان الله. Thank you.